متابعي قناة سان فاسباريس، مرحبا بكم في هذا اللقاء الخاص الذي نستضيف فيه السياحي العزوزي عضو التنسيق الوطني للتنوي التأهيلي مدينة الدار البيضاء، من أجل مناقشة الإشكال المطروح منذ الدخول المدرسي والمتعلق بالحرب أو الصراع ما بين الأساتذة ووزارة التربية بسبب النظام الأساسي. الأساتذة يصرون على إسقاط النظام، الحكومة تقول بأن شكلت واحد لجنة من أجل انكباب حول هذا النظام الأساسي. التلاميذ يعني ما تيمشيوش للفصول ديالهم لأن هذه فترة الدراسة، والتلاميذ لقوا راسهم في عطلة إجبارية جديدة. من أجل مناقشة هذه القضية كما قلت نستضيف السياحي العزوزي عضو التنسيقية الوطنية الثانوي التأهيلي بمدينة الدار البيضاء. السياحي مرحبا بك. كنشكرك سي أحمد أنت والطاقم الصحفي ديالكم على الاستضافة ديالنا. شكرا. العفو السياحي، منذ الدخول المدرسي وكاين واحد الحرب ما بين الأساتذة وما بين وزارة التعليم في شخص شاكيب بن موسى. سيلا الحرب ومش كاين شي هدنة، ما كاينش يعني شي اتفاق يعني باش الناس يرجعوا للاقسام ديالهم. وهي صراحة ما نقولوش كاينه حرب، وكاين اختلاف، والاختلاف لا يفسد من الودي قضية. وهذا اختلاف طول شوية بزاف وعنده تأثيرات، هذا خارج على الإرادة ديال الأساتذة جميع الإطارات ديالهم، لأن المسؤول الأول والأخير هي الوزارة. لأن الأساتذة بدأوا كبداية بمسيرة وقفة أمام البرلمان في شهر 7 مباشرة من بعد ما تم توقيع المحضر ديال الخروج، رفضا وتنديدا لهذا النظام الأساسي. كان باقي النظام الأساسي ما خرجش ديك الساعة، ولكن كانت واحد المجموعة ديال التسريبات اللي تسربات على أنه لا يرتقي إلى التطلعات والطموحات الأساسية. حسيتوا بشي حاجة ماشي هي هذه؟ ماشي هي هذه، وخاصة أن هذا الملف هذا طوال لما يزيد سنتين، وأكثر من 50 لقاء ما بين النقابة الأربعة الأكثر تمثيلية مع الوزير، ولكن في الأخير أن باش خرج لنا واحد المسودة قانونية اللي ما كتحترمش الكرامة المادية وكذلك المعنوية للأستاذ، هذا حيف وظلم ما كنقبلوش حنا كأساتذة. وكبداية حنا عندنا واحد مسؤولية ربما نقدر نقول لك أكثر من أولياء الأمور والحرص على المصلحة ديال التلميذ، لأن ملي بدينا حنا في هذا الحراك هذا بدينا بساعة واحدة وقفة ديال ساعة واحدة في اليوم لمدة أسبوعين كرسالة على أن الحكومة تعاود النظر في هذا النظام الأساسي، أنها تجلس مجددا مع التمثيليات ديال الأساتذة. ولكن أمام هذا التعنت وعدم الاستجابة ديال الحكومة فيما يخص الوزارة ديال التربية والتعليم، دفع بالأساتذة أنهم الصعيد يكون تدريجي من بعد ولات ساعتين كوقفة يومية. كذلك عدم الاستجابة مرة أخرى للحكومة وما كانش عندها واحد ردود إيجابية مع هذه المطالب، هذه مشى التصعيد بشكل تدريجي حتى وصلنا إلى يومنا هذا، نهار يومين ثلاث أيام مرفوقة بواحد مجموعة ديال الوقفات والمسيرات. وخير دليل هي المسيرات اللي كانت في الرباط، هذيك في حد ذاتها استفتاء ديال الشغيلة التعليمية على أن ضد هد النظام الأساسي وما يحمله من معنى. البعض تيقول بأن الحكومة راه تفاعلت إيجابا يعني، ورئيس الحكومة شكل واحد اللجنة باش يعني تنكب على النظام الاساسي، وهذا مؤشر باش الاساتذه يرجعوا الاقسام ديالهم ويخليوا هذه اللجنه خدامه. بالنسبه لهاد اللجنه اللي كيتكلم عليها الوزير اخ النوش، اول حاجه انهم مازال كيربطوا اللقاءات ديالهم مع النقابات الاربعه الاكثر تمثيليه، في حين ان هاد النقابات هذه فقدات الثقه ديالها من طرف الشغيله بحكم انها ما بقاش عندها واحد المصداقيه، وان تم تفريغ الوعاء ديال المنخرطين ديالو. خير دليل هو الاستقالة ديال مجموعة ديال الأعضاء المكاتب بما فيها المنخرطين من هاد النقابات هادي، وانضمت لهاد الحراك ديال التنسيقيات. علاش؟ لأن عندها واحد الديمقراطية في اتخاذ القرارات ديالها، وعندها كذلك واحد المطالب اللي هي خارجة ونابعة من الإرادة والرغبة ديال الأساتذة. وبالتالي حنا ماشي ضد الحوار، حنا مستعدين للحوار، ولكن بشرط
تحضر الاطارات ماشي قانونيا. الحكومه تتجلس مع النقابات الاكثر تمثيليه، حتى النقابات اللي ماشي اكثر تمثيليه ما تتجلس مع الحكومه. يعني البعض يقول لك ان الحكومه ما يمكنش تجلس على 30 تنسيقيه ولا 40 تنسيقيه، يعني النقابات اللي خصها تهز الهم ديالكم ثم تطرحوا عند الحكومه. ولكن دابا الاشكال هو ان من اللي كيعتبروا على ان التنسيقيات غير قانونيه، ولكن راه عندها واحد الشرعيه ديال 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 دي الشارع، وهذا هو الاهم، وهذا هو اللي كتفتقدوا النقابات اللي مابقاش عندها واحد الشرعيه، ما عندهاش واحد القواعد. دابا الناس فقدات الثقه فيها، وبالتالي ان الى لاحظنا غير مؤخرا كاين واحد الخلل ما بين هاد النقابات الثلاث اللي كتدعي الحكومه انها دير مع لقاء، انها مؤخرا ان تاد النقابات هذه القلبات على الوزاره، ان تاهي انخرطات في هذه الخطوات النضاليه بما فيها الاضرابات، بما فيها الوقفات، بما فيها المسيرات، وان ولات تاد النقابات الاكثر تمثيليه كتخرج ببيانات اللي تستنكر وتندد بهذا النظام الاساسي. وكيف يعقل كيقول لك لا يلدغ المرء من الجحر مرتين؟ راه هذا النظام الاساسي راه اكثر من سنتين ما يزيد على 50 لقاء وما عطاش واحد النتيجه، راه جاب واحد النظام اللي هو مأساوي جدا، لا يحفظ الكرامه ديال الناس. يعني انتم في التنسيقيات، وبالتالي ما بغيناش حنا نعاودوا نكرروا نفس الخطا. بالنسبه لكم انتم في التنسيقيات باغي التنسيقيات تجلس وجها لوجه مع هذه اللجنه ولا مع الحكومه؟ يعني حنا ما عندناش مشكل تجلس جميع النقابات، ما عندناش مشكل، ولكن بلا ما نقصيو التنسيقيات. لان التنسيقيات عند من يمثلها، عند من بطبيعه الحال راه بالنسبه لهذه التنسيقيات هذه الاطارات راه عندها تمثيليات في مجموعه ديال الاقاليم وعلى الصعيد الوطني، وعندها مجلس وطني اللي كيتاخذ القرارات ديالو بناء على التقارير وبناء على الاراده ديال الاساتذه ديال كل مؤسسه، راه عندها منسق ديالها، وبالتالي راه كيرفع المقترحات والمطالب بما فيها النوعيه والشكل ديال الخطوات النضاليه، كترفع للمكاتب المحليه اللي كتعقد في اخر اسبوع، كترفع للمجلس الوطني، وفي الاخير كتخرج بواحد البيان اللي فيه واحد الصيغه تامه ديال الخطوات النضاليه وكذلك المطالب. وحنا ما عندناش اشكال اننا نجلسوا مع الحكومه، ولكن التعنت ديالها والخروج ديال واحد المجموعه ديال الوزراء بواحد التصريحات اللي هي مستفزه صراحه وتصب الزيت على النار. وبالتالي ان باش واحد المجموعه ديال الوزراء انهم كيعطيو واحد الصريحات اللي هي غير مسؤوله وغير تربويه، لا تليق برجل التعليم، لان رجل التعليم راه عنده واحد المكانه، راه رجل التعليم راه هو القاطره ديال التنميه في جميع القطاعات. بالنسبه لكم انتم الان الا بغينا بخلاصه، شنو الفصول اللي هي ضراتكم بزاف؟ يعني انتم عارفين بانك تطالبون باسقاط النظام الاساسي جمله وتفصيلا، ولكن شنو الفصول اللي ضراتكم بخلاصه جدا؟ هي كاين واحد المجموعه ديال الفصول، خاصه الماده 64، الماده 64 فيها واحد المجموعه ديال العقوبات اللي هي ظالمه في حق الاستاذ، كالقهقره او الحذف من الدرجه او الرتبه، اضافه الى التوقيف، اضافه الى المنع ديالو من انه يجهز الامتحانات ديال الكفاءه المهنيه والترقيه، انه ممكن يتم التوقيف ديالو على المهنه دون انه يتعرض على المجلس التاديبي، انه يكون عنده حق الدفاع او الرد من خلال اللجان الثنائيه. وهذا راه تراجع ديال المكتسبات ديال رجال التعليم اللي ما تماشاش مع الاتفاق ديال ابريل 2011. سي يحيى، البعض تيقول ان دابا ما بقيناش نخرجوا الاساتذه، خرجوا من هذاك الطابع تاع المطالب، المطالبه يعني بالتجاوز المشاكل ديالهم، الا خرجنا كاين واحد الاجنده سياسيه ضد الحكومه اللي يتم استغلالها في هذا الظرف. هي هذه مغالطات وتستدلوا، اسمح لي نكمل السؤال، تستدلوا بما يروج في الواتساب وما يروج حول يعني ربط الرياضه بالتعليم وبهاد المقارنات اللي ما خصهاش تكون اصلا. وهي بالنسبه حنا ماشي ضد التنميه ديال الرياضه، ولكن حنا ضد ان تكون البرامج والمخططات ديال الدوله الرياضيه تكون على حساب التعليم، لان القاطره والقاعده ديال اي تنميه بما فيها الرياضه وجميع المجالات راه هو التعليم. وخير دليل هي سنغافوره، بلد صغير. وانت واحد مربط تنميه الرياضه بالتعليم، لان التعليم يعني مشكل خاص والرياضه راه غادا البلاد في الرياضه. لان ملي كنشوف واحد 300 مليار كتعطى للرياضه في حين شي 35 ولا 73 مليار انك تعطى للتعليم، راه هذا راه مجحف. الا شفنا مجموعه ديال الدول راه كتلقى الثلث من
الناس الحكومه تقول في هذه الميزانيه تاع 24 التعليم كتكون اعلى. الحكومه في هذه الميزانيه تاع 24 تقول ان يعني الميزانيه تاع التعليم تزادت بزاف، يعني كاين واحد الاهتمام بالتعليم وتا واحد ما تينفي بان كاين اهتمام بالتعليم. ولكن خاصنا نشوفوا دائما الاراء تاع خاصنا نشوفوا هذه الميزانيه هذه فين كتمشي، واش كتمشي الاستاذ او كتمشي للجهات اخرى. راه الميزانيه راه كتمشي لواحد المجموعه ديال البرامج، واحد المجموعه ديال البرامج ديال الدوله اللي ما عطاش الاكل ديالها. مثلا ما يسمى بالمدرسه تاع الرياضه ان ما عندهاش شي اضافه او اثر ايجابي بالنسبه للاستاذ للتلميذ، لان السنوات هذه كنشوفوا ان الهدف ديال الدوله هو ان ترفع من النسبه ديال التعليم، والرفع من النسبه ديال التعليم ليس دليل على جوده التعليم. ولا لاحظنا على ان مجموعه ديال الوزراء الابناء ديالهم كيدرسوا في البعثات الاجنبيه او في الخارج، في حين اولاد الطبقه الكادحه انهم كيشتغلوا في القطاع العمومي، وهذا راه في حد ذاته تناقض. قلت ولاد الطبقه الكادحه هذا هما اللي في المشاكل الان، تلك الطبقه المتوسطه اللي شويه التسالير عندهم يعني تدي ولادهم الخصوصي. الطبقه الكادحه الان الطبقه الفقيره ولادهم ما تيقراوش، يعني التعليم والملاذ يعني هذيك الفسحه تاع الامل بالنسبه للعائلات لهذوك الوليدات ديالهم. تلقاو دابا وليداتهم في صراع مع اساتذه مع الوزاره، وليداتهم ما تيقراوش. الى متى سيبقى هذا الصراع كما قلت السؤال الاول، باش الدراري على الاقل يستانفوا الدراسه ديالهم؟ راه بالنسبه للاستاذ لهذه المرحله اللي وصل لها ولهذه الدرجه اللي وصل لها، راه حتى هو ولا من الطبقه الكادحه. كنا سابقا كنشوفوا الاستاذ انه من الطبقه المتوسطه، ان اضعف الايمان. لكن المستقبل تاع التلاميذ دابا فين غيمشيو؟ هذا المستقبل تاع بالنسبه للمستقبل ديال التلاميذ مسؤوليه ديال الدوله وديال الحكومه. حنا من غدا الحكومه والوزاره تلبي لنا المطالب ديالنا اللي هي الاهم ديالها، هو تحديد ساعات العمل تحدد في 18 ساعه ويتم الحذف ديال 3 ديال السوايع التضامنيه، الرفع من الاجور، ازاله العقوبات، ازاله المهام الجديده، تقديم واحد المجموعه ديال الامتيازات. مثلا كنرفع من التعويضات ديال الكنوبس، لان كنشوفوا ديك النسبه ديال التعويضات ان هذيك القوانين ما تبدلاتش، توضعات من بعد حصول المغرب على الاستقلال الى يومنا هذا، مازال ليس هناك تغيير، في حين ان الادويه ارتفعت، التسعيره ديال الفحص النتائج ارتفعت، ولكن التعويض ما ارتفعش، بقى هو. وبالتالي خاص اعاده ديال النظر، واحد المجموعه ديال الامتيازات بما فيها كذلك يتم التعويض الاساسي على واحد المجموعه ديال المهام، الرفع من التعويضات ديال التصحيح، التنقل، توفير اجواء ديال العمل. كاين واحد المجموعه ديال المؤسسات كتفتقد الادوات ديال العمل، مثلا كمصاليط، ما كاينش ماركور، الطباشير، ما كاينش طباعه ديال الاوراق، وكتلقى الاساتذه هاد الامور هذه كيشريوها من جيبهم واكثر من هذا. غا باش نوضحوا للراي العام باش ما تكونش واحد المجموعه ديال المغالطات، حنا اولاد الشعب. راه هاد الاستاذ هذا راه جاي من الطبقه الفقيره، راه ما جايش من الطبقه المتوسطه او من الطبقه الغنيه، حنا راه جزء منهم وكنحملوا الهم ديالهم. وكيف ما شرت راه الاستاذ راه معمر كان عنده الصعيد او عنده انه يعرقل الاداره ديال الدوله، ولكن حنا مع المطالب المشروعه ديالنا. وخير دليل كيف ما شرت في البدايه على انها بدات بوقفه لساعه، من بعد على ساعتين ما وصلنا لهذه المرحله هذه، حتى ان الوزاره ما استجباش نهائيا، في حين عوض انها ما تلقى حلول مع الاساتذه تجلس معهم، ان كدير واحد مجموعه ديال الخرجات اللي هي مستفزه وكتزيد من هذا الاحتقان هذا. وباش ترد على الناس يقول ان الشيء ولات عنده اجنده سياسيه لا علاقه له بالمطالب الفئويه ديال الاساتذه. حنا ما نحتاجوش، راه كنتعاملوا مع الجوهر ديال المجتمع اللي هي الطبقه المثقفه، الاستاذ واحد الكيان اللي هو واعي. هذه المساله هذه مغالطات كتمررها دائما الدوله، فين ما كتكون شي ازمه كتبغي دير واحد المبرر اللي هو واهي ما كاينش. واش انا هذا الاستاذ غادي نشرح ليه السبب ديال هذا الحراك هذا؟ هو هذا النظام الاساسي، وكيفاش انك انت كتضرب في الكرامه ديال الاستاذ الماديه والمعنويه وتقول لي لا ما تدويش على حقك، وملي دوي على حقك تقول لا حق راه كاين اجندات خارجيه. الى متى ستنتهي هذه الاسطوانه ديال الاجندات الخارجيه؟ حنا راه مغاربه، حنا من جايين؟ واش حنا جايين من شي قاره اخرى؟ جايين من شي بلد اخر؟ حنا اب، حنا عن اب وعن جد،
حنا ابناء هذا الوطن وفي الخدمه ديالو، وحنا كنحملوا جميع القضايا ديال الطبقه الكادحه باش اننا نزيدوا في هذه البلاد هذه. اما باش بنادم يمرر علينا هذه المغالطات بالنسبه لك عضو تاع التنسيقيه، اشنو الحل يعني كسؤال اخير، شنو المخرج اللي بغيتي تقول؟ وهو المخرج بيد الحكومه والوزاره. حنا راه عندنا المطالب ديالنا واضحه ومشروعه، وبالتالي الحكومه حنا من غدا الا بغات تجلس معنا وتعاود النظر في النظام الاساسي، وما عندناش مشكل جيت النقابات، ولكن تكون حتى الاطارات التنسيقيه، لان هذيك هي اللي عندنا فيها الثقه، واللي عندها مصداقيه، واللي عندها ديمقراطيه. حنا مع اي حوار، حنا راه من غدا يقولوا لنا اجيون نديروا الحوار ونخرجوا، ويخرج مسؤول واحد التصريح اللي اكد فيه تلبيه المطالب، حنا نرجعوا للاقسام. ولكن باش يقول لك حقا رجعوا للاقسام عاد نديروا الحوار، الا هذه راه مساله راه عينا منها، هذه هي ديال داك المواطن المغربي ملي كيوقع عليه واحد المشكل في الاداره وكيمشي يشكي كيقولوا لي سير خلص عاد جي يشكي، هذه هي اللي كدير الحكومه، كيقول لك دخل تقري عاد اجي نتحاور معاك. وعلاش ما تحاورش معايا وندخل القسم؟ راه الهدف ديالنا حنا هو اعاده الكرامه، وملي كنقولوا الكرامه ديال الاستاذ راه حتى الكرامه ديال التلميذ، لان ملي كتحقق الكرامه ديال الاستاذ راه كتحقق حتى الكرامه ديال التلميذ، لان ملي كيكون الاستاذ عنده واحد الاستقرار مادي ونفسي، وكاين الادوات ديال العمل اللي هي متاحه، راه كتكون الجوده وهذا الشيء راه كينعكس على التلميذ. لان اللي كيفعل البرامج والمخططات ديال الدوله راه هو الاستاذ، وكيكون المحور ديالو هو التلميذ، هو الانسان. وكيف يعقل عندنا ان المدرسه اللي هي معمل ديال صناعه الانسان، ان الوزاره كتعامل معها بهاد الاساليب هذه اللي هي غير مسؤوله. شكرا سي يحيى، شكرا جزيلا على قبول الدعوه. كنشكرك سي احمد مجددا والطاقم الصحفي على الاستضافه ديالكم لينا. شكرا سي يحيى، شكرا لمتتبعي قناه انفاس بريس، والى اللقاء في فرصه قادمه ان شاء الله.